مساء الخير على مشاهدي اليوم السابع. غدا اجازه رسميه في كافه مدارس محافظه اسكندريه، وذلك بعد قرار اللواء محمد الشريف محافظ اسكندريه بتعطيل كافه الدراسه على مستوى محافظه اسكندريه لسوء حاله الطقس ورفع الطوارئ على كافه انحاء محافظه اسكندريه. هذه الاجراءات جاءت حفاظا على سلامه الطلاب في المدارس ومنح فرصه للاجهزه التنفيذيه بالاتخاذ اللازم في يعني التدخل السريع في حاله وجود اي طوارئ على مستوى محافظه اسكندريه. جامعة اسكندرية لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول تعطيل الدراسة أو تأجيل الامتحانات، لذلك المدارس الحكومية والأزهرية فقط غدا الخميس أجازة رسمية. هناك استعدادات خاصة لمحافظة اسكندرية لمواجهة نوة رأس السنة وموجة الطقس السيء والمنخفض الجوي البارد الذي تتعرض له محافظة اسكندرية بدءا من غدا. بعد ساعات قليلة ستتعرض سماء الاسكندرية لمنخفض جوي بارد على مستوى أنحاء محافظة اسكندرية وتتأثر به عدد من المحافظات الساحلية. من ضمن الإجراءات غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس السيئة التي ستتعرض لها محافظة اسكندرية. كافة الجهات التنفيذية والأمنية تعمل على في أرض الشارع لمتابعة حالة الطقس والتدخل السريع في حالة وجود أي طوارئ. أيضا سيارات الصرف الصحي بدأت باتخاذ لازم بنشر وانتشار كثيف للسيارات الخاصة بالصرف الصحي الموجودة في كافة أنحاء محافظة اسكندرية وخاصة المناطق والبؤر التي تتراكم فيها مياه الأمطار، منها منطقة جناكليس وزيزينيا ونفق المندرة ونفق كليوباترا وسبورتينج وعدد من الأماكن التي شهيرة بتتراكم فيها مياه الأمطار. التدخل السريع لكسح مياه الأمطار أول بأول فور هطول الأمطار الغزيرة على سماء محافظة الأسكندرية. زي ما احنا شايفين على الجانب الاخر في سيارة خاصة بالصرف الصحي موجودة في منطقة الإقبال موجودة لاتخاذ اللازم فور وجود امطار غزيرة. يعني انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي في بداية فصل الشتاء بوجود امطار غزيرة في هذا المكان تحديدا، خاصة في منطقة شارع الإقبال تراكمت مياه الامطار في هذا المكان، لذلك قررت شركة الصرف الصحي بوضع تمركزات خاصة بالسيارات الخاصة والتابعة للشركة. أيضا تفعيل الخط الساخن التابع لشركة الصرف الصحي وهو رقم 175 لاستقبال البلاغات الخاصة من المواطنين بوجود تراكمات لمياه الأمطار والتدخل بإرسال سيارات كسح وشفط مياه الأمطار فور ورود البلاغات. هذه هي الإجراءات الخاصة بشركة الصرف الصحي والجهات التنفيذية في محافظة الأسكندرية. كافة القيادات يعملون غدا ورفع حالة الطوارئ. كافة القيادات تعمل في شوارع الأسكندرية لمتابعة حالة الطقس السيء. أما عن حالة الطقس حاليا في محافظة الأسكندرية، يعني لا يوجد أمطار، كان يوجد أمطار متفرقة في عدد من الأماكن في محافظة اسكندرية منهم شرق اسكندرية وغرب وعدد من الأماكن الأخرى، ولكن لم تبدأ بعد نوة رأس السنة. خلال ساعات قليلة ستبدأ نوة رأس السنة على سماء محافظة الأسكندرية حسب توقعات خبراء الأرصاد، أنها ستبدأ غدا الخميس ومتوقع أنها ستبدأ في محافظة اسكندرية بعد ساعات قليلة. فجر اليوم متوقع سقوط أمطار غزيرة على محافظة اسكندرية. السماء ملبدة بالغيوم، يوجد فيها سحب كثيفة تشير إلى سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة. حتى الآن لا يوجد أمطار شرق الاسكندرية، كان يوجد أمطار متفرقة في عدد من الأماكن وحاليا لا يوجد أمطار، ولكن يوجد انخفاض كبير في درجات الحرارة في محافظة اسكندرية استشعر به أهالي اسكندرية حاليا، وتنخفض درجات الحرارة أكثر في فترات المساء وخاصة بعد منتصف الليل. زي ما احنا شايفين لا يوجد أمطار حاليا في محافظة اسكندرية.
عن الحالة المرورية حاليا، يعني سيولة مرورية على طريق الكورنيش المؤدي إلى شرق اسكندرية، أيضا المؤدي إلى وسط الاسكندرية. أما عن طريق الحرية الموجودين فيه حاليا، سيولة مرورية في الطريق المؤدي إلى وسط الاسكندرية، منطقة الإبراهيمية وسيدي جابر وسبورتنج حتى باب شرقي، ولكن في كثافة مرورية بسيطة في منطقة جناكليس حتى فيكتوريا وجمال عبد الناصر، ولكن يوجد رجال المرور موجودين بكثافة في شوارع الإسكندرية لتسهيل حركة المرور على السيارات. غدا أجازة رسمية في كافة المدارس الخاصة بمحافظة إسكندرية، كافة مدارس محافظة إسكندرية الحكومية والأزهرية أجازة رسمية طبقا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حفاظا على سلامة الطلاب. أما عن جامعة الإسكندرية لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن، لذلك غدا هو يوم دراسة طبيعي في كافة كليات محافظة الإسكندرية، كافة كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية. طقس محافظة اسكندرية حتى الآن مستقر ولا يوجد أمطار، ولكن يوجد انخفاض كبير في درجات الحرارة يستشعر به سكان محافظة الاسكندرية. ليس فقط في محافظة اسكندرية هذه الأجواء، ولكن حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية أن كافة المحافظات الساحلية ستتعرض إلى منخفض جوي بارد شديد البرودة خلال الساعات القادمة، ومتوقع يكون غدا الخميس ويستمر حتى بداية الأسبوع القادم. مشاهدينا مشاهدي اليوم السابع، احنا موجودين حاليا على طريق الحرية في محافظة اسكندرية، احد الطرق الرئيسية لرصد حالة الطقس في عروس البحر المتوسط. حالة الطقس حاليا انخفاض في درجات الحرارة ولا يوجد أمطار، ومتوقع سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة، خاصة فجر اليوم ستكون محافظة اسكندرية شديدة البرودة وستشهد منخفض جوي بارد وسقوط أمطار غزيرة على سماء محافظة الإسكندرية. لذلك تستعد محافظة الإسكندرية وكافة الجهات التنفيذية والأمنية باستعدادات مكثفة لمواجهة حالة الطقس السيئة ومنع تراكم مياه الأمطار كما حدث في نواة السابقة، وتسهيل حركة مرور السيارات. وجاء قرار بإيقاف الدراسة حفاظا على سلامة المواطنين، ايضا لوجود يعني للسماح للجهات التنفيذيه باتخاذ اللازم بازاله وكسح مياه الامطار اول باول، وعلى المواطنين توخي الحذر غدا وعدم النزول الا في حاله الطوارئ فقط. ايضا اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه منح غدا الموظفات لمن لديهم أطفال أقل من 12 عاما أجازة رسمية في كافة الجهات التابعة لمحافظة الإسكندرية والمديريات، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين. مشاهدينا مشاهدي اليوم السابع، غدا يوم يعني يشهد أمطار غزيرة في محافظة الإسكندرية، كافة الجهات التنفيذية تعمل لمواجهة الطقس السيء في عروس البحر المتوسط. مشاهدينا سنظل نتابع معكم لحظة بلحظة كافة التفاصيل الخاصة بحالة الطقس في محافظة اسكندرية خلال الساعات القادمة. كنت معكم في هذه التغطية من محافظة الإسكندرية أسماء بدري، شكرا لكم.